هو طبعا فخر لأي ممثل أنه يكون حاضر في مهرجان القاهرة الدولي من أعرق وأفخم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، ويديد باقي المهرجانات تمشي على منوال المهرجان هذا تنظيميا وفنيا وفي قيمته التاريخية كذلك. وسعدين نقدم فيلم ظافر العابدين، فيلم غدوة، كأولى تجربة الإخراجية في، ويكون اليوم هو العرض الأول عالميا، لأنه اليوم باش نكتشفوا كيفاش الجمهور، الجمهور المصري والجمهور طبعا يستقبله كمخرج ويستقبل التجربة هذه اللي خذناها معاه، لأنه من أحلى التجارب أنك تشارك فنان أولى تجاربه وأولى جنونه، فإن شاء الله يكون فاتحة خير. سعدية هي الشخصية اللي عندها علاقة مباشرة بشخصية الحبيب اللي يلعبها ظافر، شخصية خلينا نتأرجحوا بين الواقع والخيال، ما نعرفوش اللي هي شخصية وجدت حقيقة، أما هي شخصية خلقت في ذهن وفي خيال الحبيب، فخليكم تكتشفوا هذا في الفيلم. عايشك، شكرا ليك.